مرحبا، اهلا وسهلا بكم. اقدم لكم نفسي، عثمان البركاوي من تونس. اريد ان اتكلم عن الدوله الجديده ابخازيا. انا اعاود، كنت عشت قبل في ابخازيا، والان انا راجع الى ابخازيا، واريد ان اذكر بهذه الدوله بحقها في الوجود كدولة، لها شعب عريق ولها تاريخ عريق ولها أناس معروفون. على سبيل المثال، أنا تونسي وزوجتي من أبخازيا، ولنا تاريخ في معناه له تشابه وله انخلاط، من حيث أنه أول من كتب الدستور التونسي هو من أصل أبخازي، وهو خير الدين باشا، وأول من كتب لنا الدستور التونسي. وهذا يعني أن هناك نوع من العلاقة ما بين تونس يعني كدولة عربية وأبخازيا كدولة تشرف على القوقاز، وكل هذا يعطي أنه هناك سيكون فيه حق للتعامل، فيه حق للوجودية، في حق أن تخرج يعني من هذا الانغلاق وتخرج إلى الانفتاح، ويكون فيه تواصل ما بين الشعوب، ما بين الشعب الأبخازي اللي هو فيه، هو عنده له حق في هذا المكان، يسمى بالقفقاز، يسمى بما هو البحر، على ضفة البحر الأسود، والشعب العربي يعني كضفة البحر الأبيض المتوسط، كتونس، كالجزائر، كليبيا، كموريتانيا، ككل العرب. ونحن إن شاء الله سنسعى أن شعوبنا تكون فيها تواصل ما بين الشعوب، ما بين الشعبين، خاصة التونسي والأبخازي، وإن شاء الله تكون هناك علاقات طيبة في الثقافة، في حول الشباب، حول العلم، حول كل ما هو حسن ويعطي إيجابية للشعبين، الشعب التونسي والشعب الأبخازي. وهذا أنا أود أن أقول لأي إنسان، كعربي كان أو أبخازي كان أو روسي كان أو إنجليزي أو فرنسي أو أمريكي، أن لا يعرف وتكون له معرفة بهذا البلد الصغير الذي يوجد في القفقاز على ضفة، لكنه كبير من حيث التاريخ، لأنه هو كما نعرف أنه هناك تاريخ من أول ما أصبح من أين حتى قبل اليونانيين، وهذا شيء يعرف به. وإن شاء الله سنحاول أن يكون معنا فيه تواصل ما بين الشعبين، وإن شاء الله فيه فلوم كيف يقال هذا باللغة، أنه تصور صداقة حامية كأخوة، إن شاء الله يكون السلم، لأنه السلم عبر السلم ما بين الدول ستكون الرفاه، ستكون الازدهار، سيكون كل ما هو فيه معنى ثقة، فيه معنى زيادة تحسن للشعبين. وإن شاء الله أن في القريب العاجل ستكون هناك لنا علاقات، ستكون لنا شيء من التظاهرات، ولما لا يلزم الشعب الأبخازي يكون له صوت في المجتمع الأممي، يلزم يكون له صوت في العالم، في هذا العالم سوف يكون له إن شاء الله أنا كلمة. وهذا ما أنا أوده كممثل، أنا مع كل احترام ومع كل حب وددية، أريد أن
ومثل الشعب الأبخازي في تونس مثلا، لأنه أنا بالنسبة لي أبخازيا كبلد ثاني، وإن شاء الله تكون العلاقات وكل العالم كالعالم الأوروبي أو العالم الأمريكي أو العالم العربي أو العالم الإفريقي يكون له معرفة بهذا البلد الصغير اللي هي أبخازيا، اللي هي بلد ليكون اللي هو بلد قفقاز، لأن هذا دائما وأعيد الكرة وأقولها ألف مرة أن هذا البلد له الحق في أن يكون جزء صغير، جزء له الحق وله الكلمة وله حق الوجود في هذا العالم، حتى نعيش في سلام في أخوة، لأن الإنسان ما هو إلا إنسان أين كان يكون دائما إنسان، ويكون دائما له علاقة، له علاقة ما بين الأخ أخيه والصديق لصديقه، وهذا شيء طبيعي في الإنسانية، وإن شاء الله دائما يكون هناك على اتجاه في للسلم للأخوة للاعتراف بهذا البلد اللي هو أبخازيا، وإن شاء الله تكون لنا صداقة مع تونس، مع ليبيا، مع الجزائر، مع أبخازيا، مع كل هذه الدول، وإن شاء الله أنا كممثل للدولة الأبخازية في تونس حنسعى لتمكين الصداقة ما بين الشعبين، وتمكين الصداقة ما بين الشعبين، وتمكين العلاقة الثقافة، خاصة الثقافة والشباب ما بينهما، وتبادل العلاقات وتبادل العمليات في كل مع مظاهر التقدم والتحرر، وهذا شيء إن شاء الله سنسعى إليه. وفي الأخير أريد دائما أذكر بأن الشعب الأبخازي شعب عريق، شعب له تاريخ، شعب له تاريخ مجيد، له عادات، له تقاليد، ودائما له الحق في أن يتعايش مع شعب آخر له التقاليد، وله أيضا تقاليده، وله الحق في أن يتبادل مع أي شعب آخر لتصبح هذه الأمة في خير وأمن وسعادة. ولكم مني أحر التهاني، وأود في آخر هذه الكلمة أن لتكون لشعب أبخازيا كلمته في هذه الأمة، في هذه الدولة، في هذا الجو العالمي، في هذا المناخ العالمي، وإن شاء الله سوف تكون دائما كلمة الحق فوق كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.